كل الدعم لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، وان شاء الله دي كبوه وهتعدي، والمقصود بيها مش المستشار، المقصود بيها نادي الزمالك، ان هم يهدوا كيان نادي الزمالك العظيم، وان شاء الله ازمه وهتعدي، والزملكاوي الزملكاوي المخلص هو اللي هيقف ويساند الفتره ديت، محدش يزاد على حب المستشار للنادي، وان هو بيحارب 100 جهه مش جهه واحده، ولازم التوقيت دوت وقت الدعم، ووقت ان احنا كلنا نقف في صف واحد. كل التوفيق ليه، وكل التوفيق للجمهور العظيم المحترم، الجمهور اللي هو فعلا يستاهل كل خير. كل الدعم لمعالي المستشار مرتضى منصور، كلنا خلفك يا اسد، كمل، ربنا يعينك واحنا في ظهرك، وكل ما يحاربوك اكتر احنا بنحبك اكتر. يا جماعه، مرتضى منصور بيتحارب مش في شخصه، مرتضى منصور بيتحارب عشان هو رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور اللي بيجيب حق نادي الزمالك، مرتضى منصور اللي الناس كلها عايزه تدوس على الراجل ده عشان خاطر نادي الزمالك. كل الدعم لسياده المستشار مرتضى منصور ومجلسه. كل الدعم للسيد المستشار مرتضى منصور، جماهيرك بالملايين، وهتفضل سندك وفي ظهرك ضد اي منظومه كارهه للنادي ولحضرتك شخصيا. كل الدعم يا ريس. ندعم سياده المستشار مرتضى منصور ومجلس ادارته ضد اتحاد الكره المتعنت قصاد نادي الزمالك وقصاد المستشار مرتضى منصور. ايه ذنب النادي انه ما يسجلش اللعيبه بتاعته رغم هو رايح قبل ما ينتهي وقت تأييد اللعيبه، ورغم هم نزلوا اللعيبه على السيستم؟ فعايزين نعرف ليه اتحاد الكره بيعمل كده مع نادي الزمالك بالذات. كل الدعم والمسانده لنادي الزمالك الملك العظيم، كل الدعم والمسانده لسياده المستشار مرتضى منصور. مش هنسيب نادي الزمالك، جمهور الزمالك مش هيسيب نادي الزمالك لوحده. نادي الزمالك مؤسسه مصريه كبيره على اراضي مصريه، جمهور الزمالك جمهور مصري بيحب بلده، هيشجع بلده، محتفظ بتراب بلده، وهنشيل تراب بلدنا على دماغنا وتراب نادي الزمالك هنشيلهم على دماغنا، مش هنسيب الزمالك لوحده. مشجع زملكاوي بساند سيادة المستشار مرتضى منصور والزمالك، نادي الزمالك العظيم، في أزمته ولو بفيديو بسيط. يعني كلمتين في قلبي عايز أقولهم: الفتنة نائمة ونعل الله من أيقظها. بلاش تعملوا فتنة للرياضة المصرية أكتر من كده. إحنا جمهور بنحب الكورة، جمهور بنحب الكورة، اتحاد الكورة، منتخب مصر فين في كأس العالم؟ إنما الأهلي في كأس العالم الأندية. يبقى أنت اتحاد الكورة حضرتك بتشتغل لصالح نادي واحد ولا بتشتغل لصالح الدولة وصالح الرياضة المصرية؟ عايزين نفهم لحد إمتى اتحاد الكورة هيفضل واقف ضد نادي الزمالك؟ لمصلحة مين ومين مستفاد؟ إحنا كجمهور نادي الزمالك عايزين نعرف مين مستفاد من كل ده. نادي الزمالك أكبر من أي نادي في مصر، مع احترامي لكل الأندية. نادي الزمالك زيه زي نادي الأهلي، زيه زي نادي الإسماعيلي. لحد إمتى؟ كفاية ظلم في نادي الزمالك، مين مستفاد من الكلام ده؟ يا معالي الوزير، لازم تقف جنب نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك جمهور عظيم في مصر وفي الوطن العربي. نادي الزمالك نادي كبير بجد. آه علينا فلوس، والنادي الآخر عليه فلوس وأيد لعبته ولعبت وجدوا المستحقات والدنيا ماشيه عادي حلوه جدا، وش معنى نادي الزمالك اللي بتعمله كده؟ ملكوش فيه بقى، احنا مقيدين في اخر يوم، في قبلها بدقيقه، ده حاجه ما تخصش حد. والمفروض ان في اتحاد الكره رمز من رموز نادي الزمالك، هو فين دوره؟ مش بقول يخدم نادي الزمالك في الغلط، ولكن يساعده زي ما النادي التاني بيساعد. كل الدعم لسياده المستشار مرتضى منصور. انا شايف اللي فيه تعند من اتحاد الكره لعدم قيد اللعيبه. احنا في ظهرك يا سياده المستشار مرتضى منصور، كل زملكاوي في ظهرك يا سياده المستشار مرتضى منصور، وعاش نادي الزمالك وعاش المستشار مرتضى منصور. دعم وتأييد للمستشار مرتضى منصور ضد اتحاد الكره المتعنت في عدم تأييد اللعيبه، ولا ندري لماذا هذا التعنت الواضح والصريح. كل الدعم لسيادة المستشار فيما يتخذه من قرارات. أحد مشجعي نادي الزمالك بالكويت بؤيد مجلس إدارة نادي الزمالك
في كل قراراته، وبدعم مجلس إدارة نادي الزمالك في جميع قراراته، ضد اتحاد الكرة المصري الذي يكيل بمكيالين، اتحاد الكرة المصري اللي يوما ما فتح القيد للنادي الأهلي، أو النادي المنافس فتح القيد للنادي المنافس الساعة 5 الفجر. اتحاد الكرة الفاشل، كل الدعم لسيادة المستشار مرتضى منصور بمجلس الإدارة بالكامل، ضد التعنت اللي عمله اتحاد الكرة لعدم قيد اللعيبة. كل الدعم يا سيادة المستشار مرتضى منصور.